السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواتي وأصدقائي، يا رب تكونوا دايما بخير. أقدم لكم مواقيت الصلاة في مصر الأحد 24 ديسمبر 2023 10 جماد الثاني 1445 من قناتي أنا وحياتي، فضلا وليس مرات من تشرفوني وتنوروني باشتراك ولايك. مواقيت الصلاة على القاهرة اليوم 24 ديسمبر 2023، يؤذن الفجر في 5:15 بإذن الله، الشروق في 6:48، ويؤذن الظهر على مدينة القاهرة في 11:54، العصر بإذن الله في 2:42، المغرب في تمام الساعة 5:01، وتؤذن العشاء بحول الله وقوته في تمام الساعة 6:24. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عدد ما كان ويكون، عدد الحركات والسكون. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين. بشكر حضراتكم جدا دايما وجودكم في قناتي أنا وحياتي، شرف كبير لي. في الختام دايما صلوا على الحبيب المصطفى دائما وأبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.